مرحبا بكم متابعينا. نشرة الصحفية المعارضة شهرزاد عكاشة التابعة لحزب حركة النهضة والمقيمة حاليا خارج حدود الوطن بعد ان تعلقت بها قضايا فساد للتآمر على امن الدولة. وقالت شهرزاد عكاشة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة يتم تهريب توفيق شرف الدين وزير الداخلية الاسبق عبر مطار المنستيرة، وقام بتأمين عملية هروب توفيق شرف الدين من مطار المنستير احد الكوادر الامنية المهمة بادارة الحدود والاجانب شخصيا، وفتحت لتوفيق شرف الدين القاعة الشرفية حسب ما صرحت به شهرزاد عكاشة، وما تم اشترك توفيق شرف الدين الا بعد الاطمئنان على استقلاله للطائرة المتجهة الى فرنسا. وحسب ما قالت شهرزاد عكاشة انه توفيق شرف الدين تم تهريبه بتعليمات عليا نظرا للاجراءات الحدودية اللي اتخذت فيه منذ مغادرة وزارة الداخلية، بعد ان قام احد المتهمين في قضية التآمر على امن الدولة برفع قضية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد ان قام توفيق شرف الدين باستعمال هواتف الموقوفين المحجوزة عند وزارة الداخلية واكتشاف من خلال هواتفهم العديد من المعطيات الشخصية اللي تضر خصوصيات الموقوفين، وهذا سبب فرار توفيق شرف الدين من البلاد التونسية حسب ما أكدت شهرزاد عكاشة. وتوفيق شرف الدين وحسب ما صرحت شهرزاد عكاشة الآن في منطقة إيغل اللي تبعد 120 كيلومتر على باريس، ومتواجد لدى عائلة الهاشمي عبيشو. لكن لحد اللحظة هذه أكلام شهرزاد عكاشة ليس له أي دليل من الصحة، وقد يكون توفيق شرف الدين أخرج لتأدية عطلة خارج البلاد التونسية وليس فارا كيف ما قالت، لأنه حتى اللحظة هذه ما سمعناش حتى خبر يأكد بأنه توفيق شرف الدين شملوا قانون الإسديسات واللي هو يحجر السفر على صاحبه ويمنعه من الخروج والفوات خارج أراضي الوطن. وهذا وحسب ما قال ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انها احد الادعاءات اللي متعودين عليها من عدد من قيادات حزب حركة النهضة حتى يقوموا بتشويه النظام الحالي واللي هو نظام الرئيس قيس سعيد، وانه توفيق شرف الدين وحتى وبعد خروجه من وزارة الداخلية ما كانتش عنده حتى قضايا فساد واتمم عمله على اكمل وجه حتى يقوم بمحاربة الفساد والفاسدين والاحتكار وازالة الارهاب من البلاد التونسية. في اخر الفيديو ان شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.